انت هتنزل تتمشى اكنك رايح القهوه. هما اكيد هيكونوا مراقبينك. بعد اول ناصيه هتخش شمال هتلاقي خناقه في الشارع، واللي بيتخانقوا هيدوروا الضرب في بعض. وهما بيجوا ناحيتك هتطلع تجري اكنك خايف تتصاب. اول شمال بعديها هتكون في عربيه مستنياك. الو، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه كده يا عم، الكلام اخد وعطل. هتقطع تذكره لجزيره هيدرا على المركب اللي هتتحرك الساعه 2، وبعدين هناك هتعرف. الحمد لله على السلامة. مين حضرتك؟ أنا من طرف الدمنهوري. حبيبي وابن حبيبي. اتفضل. اتفضل يا باشا. هتطلع السلم ده. في السلم اللي بعده شمال، في السلم اللي بعده يمين، هتلاقي الشركة في وشك. أهلا محمد رسول الله. الحمد لله على السلامة يا باشا. أنت فاكر نفسك طالع رحلة؟ تلعب وتسهر وترجع آخر النهار؟ أنت إزاي تسيب المكان اللي إحنا دبرناه لك عشان نبقى مطمنين عليك ورتبنا لك فيه كل حاجة وتعرض نفسك والعملية كلها للخطر؟ أنا عارف إنه غلط، وأنا برضو ما كانش ينفع أقعد في بيت الدمنهور يا باشا بعد اللي حصل. وإيه بقى اللي حصل يخليك تتصرف بالشكل ده؟ وأوعى تقولي إنك اكتشفت إنك متراقب، لأن مفيش حد فينا هضم الموضوع ده. اللي حصل يا باشا ما ينفعش يتحكي وملوش علاقه بالمهمه. مفيش حاجه ما تنفعش تتحكي، ومفيش حاجه بتحصل حواليك ملهاش علاقه بالمهمه. طب احلف يا باشا، احلف ان اللي هحكيه ده يفضل سر بيننا وبين بعض. كمل يا عمر. يا باشا ما ينفعش اخون الراجل اللي قواني في بيته. عمر، انا جبت اخري منك. باشا انا دخلت الاوضه لقيت خديجه بنت الدمنهوري نايمه في السرير ولابسه ليها قميص نوم. كمل. كمل ايه يا باشا؟ بس وده اللي خلاك تسيب البيت بالشكل ده؟ يعني اخون الراجل اللي قواني في بيته ومن طرفكم؟ مهما حصل ما ينفعش تخالف التعليمات باشا. انا راجل وفي غربه،
ابوس ايديك ما تقرص عليا اكتر من كده. مهما كانت دوافعك نبيله، الطريقه اللي سبت بيها بيت الدمنهوري ده غير قلقنا عليك، كان ممكن يشككهم فيك. يشكوا مين يا باشا؟ ده سالم فاكرني عايز ازنق البيت. ساعه لما شافك معاه في الميدان. الله، طب ما سعادتك عارف كل حاجه اهو. انا عارف من ساعه ما رجعت القهوه للدمنهوري، انما اللي قبل كده انا ما اعرفش عنه حاجه. طب سعادتك عارف ان سالم جاب لي نسوان علشان يصورك؟ طب والمصحف كنت عارف؟ وكنت عارف ان داني بيتفرج عليكم؟ لا، النقطه دي ما اعرفهاش. طب احكي لي بقى ايه اللي حصل من ساعه ما قابلت سالم لغايه دلوقتي. طب مفيش بق شاي؟ بق شاي؟ الشقه دي مفروشه ولا ايه؟ لا، قانون جديد. اخيرا اول مره تفك من ساعه ما شفتنا يا باشا. وكان ممكن ما اشوفكش يا عمر ولا حد تاني يشوفك. عارف ليه؟ لان الغلطه بفوره. باشا ابوس ايديك بالراحه عليا، انا ملصم نفسي بالعافيه. لا 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 لا، انت مش ملصم نفسك، انت حسيت بنفسك. انا؟ ايوه عمر، انا اريك اكتر ما انت اري نفسك. نبره صوتك وانت بتقول لي والمصحف، انا كنت عارف ان هم بيصوروني، فيها احساس بنفسك زياده عن اللزوم. طريقه سيبانك بيت الدمنهوري حتى لو وراه نخوه رجوله، لكن في حته ثقه زياده. ولو وثقت في نفسك بسرعه قوي كده تبقى دي بدايه النهايه. انا اسف السؤال، هو سعادتك متشائم بطبعك؟ بالعكس، انا متفائل جدا، بدليل ان جيت لك. هو سعادتك جيت ليه؟ علشان افوقك. خلاص يا باشا، مش كل شويه تقولها في وشي. لا، كل شويه هقولها علشان تفوق. عندك حق يا باشا، يمكن عشان اطمنت فثقتي زادت. لا 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 لا، مش يمكن ولا حاجه، انت فعلا ثقتك في نفسك زادت زياده عن اللزوم. خلاص يا باشا، مش كل شويه في وشي كده. لا، كل شويه في وشك كده علشان تفوق. طب انا فوقت، ارفع ايدي يا باشا واتذنب. علشان احضنك. اخيرا. قول لي بقى، رحت بيت فين من ساعه ما سبت بيت الدمنهوري؟ في فندق معفن. اعفن فندق فيك يا مصر انضف منه. حد عارف انت نمت فين؟ سالم، لانه اصر ياخدني معاه الفندق بتاعه وبيت معاه. علشان تبقى تحت عين 24 ساعه. وده غلط؟ لا بالعكس، ده كويس بالنسبه لنا، علشان هو اللي هيبقى تحت عينك 24 ساعه. يا باشا بس ده عامل زي الفرقع لوز، 24 ساعه بيوين. ما تقلقش، احنا مراقبين كل تحركاته زي ما هم مراقبين كل تحركاتك. بق شاي بقى؟ بقين شاي. يلا تعال. ايه البيت ده يا باشا؟ كام اوضه؟ كتير. دول المكلفين بمراقبتك واللي اكتشفناهم لحد دلوقتي. ولسه في تاني ولا يا باشا؟ لما هطلبوا منك انك تشتغل معاهم المراقبه هتزيد. بس هما ما يعرفوش مكاني فين دلوقتي. اكيد الراجل ده لو كان جري وراك كان هيتكشف، بس انت اللي جريت علشان ما تتعورش. تفتكر يا باشا سبوبه رجله جت في الخيال ولا لسه؟ تفتكر انت ايه؟ والله يا باشا انا شايف همسات ونظرات كده. انا احساسي بيقول ان رجله دخلت الخيال. احساسك صح، من غير ما تتنفخ قوي كده. ماشي، احنا لغايه دلوقتي ما نعرفش رجله غرزت لغايه فين. شطارتك بقى تجيب لنا المعلومه دي. وايه تاني سعادتك؟ انا عايزك تقرب من سالم من غير ما يحس انك مدلوق عليه. اقرب منه اكتر من كده يا باشا؟ ده انا قاعد معاه في اوضه واحده. ده لو اخويا ابن امه وابويا ما كنتش هستحمله. ده اكيد مصطفى جاب الاكل، خليك انت اهو. يبقى عيش وملح هنا كمان. شكلها بتنجان. الجمبري خليت بيه. لا لا معلش. تعال.
يا سلام، شويه فوسفور كده يرموا العظم. دايما عامر يا خالد بيه. انا والشفا دايما عامر يا خالد بيه. هو الاكل ده مش على حساب ال... لا انا اللي عازم. ده مصطفى بيه ضرب ضرب يا اخي. بالهنا والشفا، انت هتقر على الراجل. الله على ضحكتك يا باشا. تصدق وتؤمن بيه؟ لا اله الا الله. انا بطمن لما بشوف ضحكتك. اطمن يا عمر. يلا عشان ما تتاخرش. يا خساره، الايام جايه كتير ان شاء الله. خلي بالك من نفسك يا عمر. خلي بالك من الدقنة لحسن تطلع.